الخبر الاول اللي عدنا عن رضا الوهابي ورغده كوميديان والمشكله الجديده اللي صارت بيناتهم. وطبعا يتذكر انه حساب رضا بالانستغرام مسح كل صوره، والاغلب كان عباله بالبدايه انه هاكر، ولكن بالنهايه طلعت انه دي حمس المتابعين البدايه جديده بالفلوقات. المهم بعدها رضا رجع كل الصور مالته، ولكن ما رجع الصور اللي تجمع بينه وبين رغده. وبعدها رضا الوهابي شال الفول على حساب رغده بالانستغرام، ولكن رغده الى الان ما شالت الفول على حساب رضا. فطبعا واضح انه صارت اكو مشكله بيناتهم جديده. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو وسام تيكت. فوسام نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي له صوره هو وبيسان وكاتب احتفلت فيها بطريقتي الخاصه. فاتوقع انه واضح المقطع راح يكون عن عيد ميلاد بيسان تيكت اللي كان من فتره بسيطه، وطبعا المقطع راح ينزل اليوم الساعه بالاربعاء على قناه فافا نابولي. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي يعلن بيه انه اليوم راح ينزل المقطع على الساعه بالاربعاء، وانه هذا المقطع راح يكون كلش رهيب وراح يكون به مشاكل. راح اعطيكم هذا الستوري شوفوا. يا جماعة كل المشاكل صب علي، كل المشاكل بالأرض الواقع صب علي، كل شيء يعني لو أحكي لكم جد أضحك ومسك كل شيء كل شيء. والله اليوم حظي سيء لأبعد حدود، بس الحمد لله على كل حال، وخسرت شغلات كتير الحمد لله، بس حظي كان سيء. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع منو متحمسين اكثر، وسام تيكت لو نور مار رح ينزل اليوم. الخبر الثالث اللي عدنا عن نور ستار والتهجم اللي تعرضت له والتنمر. نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست، ولكن كلها ساعات وحذفت هذا البوست من حسابها. اما اللي ساعه عن السبب فالاغلب يقول انه هي الموضوع تنمر صار عليها، فصار يقولوا لها انه انت سمنانه بالصوره. هذه الصوره يا حبايب قدامكم، اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالتنمر اللي صار، وشو رايكم بحركه نور ستار انه حذفت الصوره. الخبر الرابع اللي عدنا عن كشف حقيقه مريان غريب. فمريان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تطلبي من متابعين اللي يقولوا لها وين حابين يشوفوها ماخذ الصوره، اللي هو هذا التحدي اللي انتشر باخر فتره. فواحد من المتابعين قال لها انه اخر مكالمه مع مين، فمريانا حطت هذا الستوري. ولكن بالنسبه للاشخاص اللي ملاحظوا، فمثل ما شايفين بالستوري اللي حطته كان الشخص اللي قبله حط عليه قلب، فمن الواضح انه مريانا تريد تسوي اثاره جدل ولفت انتباه مو اكثر، لانه كانت تقدر تخفي هذا القلب مثل ما خفت الاسم اصلا. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بحركه مريانا بمحاولتها لفت الانتباه. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور مار وشنو صاير وياه. فنور مار نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يقول بها انه هو كلش تعبان هذه الفتره لكل المشاكل صايرة فوق راسه، وان سبب هذه المشاكل هو قاطع عن السوشيال ميديا فترة ما يتفاعل يعني، واخر شيء طلب من المتابعين انه يدعوا له، فالله يفرج على الجميع يا رب، بحل كل المشاكل. احط لكم هذا الستوري شوفوا. كل المشاكل صب علي، كل المشاكل بالارض الواقع صب علي، كل شيء يعني لو احكي لكم جد اضحك ومسك كل شيء كل شيء. والله اليوم حظي سيء لابعد حدود، بس الحمد لله على كل حال، وخسرت شغلات كثير الحمد لله، بس حظي كان سيء. اوكي مقصر معكم تيك توك، مقصر معكم انستغرام، مقصر معكم كل شيء، بس بكره في فيديو كثير حلو. غير هيك يا جماعه شوفوا شكلي جد انا تعبان، فبدكم لا تغصوني بلابكم وادعوا لي. الخبر السادس اللي عدنا عن شيرين بيوتي وليش صارت تبكي. فشيرين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت تبكي بيه، واللي كانت كاتبه على هذا الستوري تقول انه تذكرت انه هذه الصوره اخذتها بعدين دزيتها السيدرا، ولكن ما قالت شنو سبب البكاء بالضبط. وبس والله احنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه عشان تكون فايز زي مقطع من مثل القصص، وبس مع السلامه.